لسه مكملين الكلام، وانا عارفه ان في الحقيقه في هجوم تليفونات، ويمكن 90% من تليفونات رجاله. الحقيقه انا مش عارفه ايه الظاهره دي، لكن واضح ان الموضوع كان قاسي عليهم شويه، او يعني اثار شجون في نفسهم ممكن، يعني جه على الوتر الحساس زي ما بيقولوا. فانا عايزه اسمعك الاول يا رفاء قبل ما اخد بقيه التليفونات. لا بصي، ما انا بقول لك يا ايمان، في ستات بتبقى اصابها الكبر، وفي ستات بتهمل بيتها. مش هنكتب لا تهمله اهمال، يعني ساعات ببقى مش مصدقه نفسي خلاص. بس في رجاله كمان ساعات بتتلكك وبتدور على حاجات تافهه قوي عشان تقول ان هي مهمله. انا مش بقول كده طبعا، مش بالنسبه للبيت واتحرق او الكلام ده، لا طبعا مش بقصد كده. انا بتكلم على انه ممكن يتلكك ويقول لها مثلا ايه، لا اصلها بتعمل كذا، انت في نظرك ايه كذا، دي عادي ما بعملها ولا اي حاجه، جوزي بيعديها، فاهمه؟ بيتلكك لده. هرجع تاني اقول في ستات مهمله جدا جدا، او ما تتجوز او سوري او ما تشتغل وتبتدي تعلى بتهمل حياتها وولادها. غلط، ما ينفعش. لا تعملي توازن، لا مش هقول لك اقعدي، انا شخصيا ما ينفعش اقعد من شغلي والشغل ده ساعات. اصل الست اللي اتعودت على الشغل مستحيل ان هي ترجع تقعد في البيت، هيجي لها اكتئاب. ما اتعودتش على فكره، انا اشتغلت بعد ما اولادي كبروا شويه. مش ده الموضوع يا ايمن، بتحققي نفسك وكده. بس لما احس اني هخسر قدامها ولادي، هخسر قدامها جوز كويس زي كده، حرام، صح ولا غلط؟ فالتوازن ده مطلوب. وبعدين هرجع اقول، بيقولوا لا الراجل بيغير من مراته، من نجاح مراته، ده ضعف في الشخصيه. هو مش ضعف في الشخصيه، هي موروثات جوه الراجل. دايما بقول طالع ناشئته كده، ما ينفعش الست تتفوق عليه، لو زوجته او اخته او وات ايفر، هو الراجل. في ستات رجاله اوبن مايندد، لا ما مراتي. على فكره هقول لك حاجه، انت تلاقي دايما الغيره او المفروض تبقى الغيره بين اثنين في كارير واحد، يعني مذيع ومذيعه، دكتور ودكتوره، مين تفوق على الثاني اكتر، صح؟ احس ان ممكن منطقي ألاقي. لكن ما تلاقيش اثنين، يعني حد بيشتغل حاجه وحد بيشتغل حاجه ثاني وتبقى في حته الغيره دي، يعني بحس انها برضو شويه بتبقى مش منطقيه. الا لو انا بوجد له مبرر لو في كارير واحد. اوكي، ومع ذلك برضو في رجاله، عشان ما ببقاش بقى متحامله على الستات، انا اصلا مش متحامله على الستات، في رجاله اصلا بتبتدي بقى تستهزئ بنجاح مراته، يكسرها نفسيا زي ما انت قلتي، تبتدي يحسسها انها ولا حاجه ونجاحك ده كله ولا حاجه. وفي شخصيه مرموقه جدا قريب وناجحه واصله لكل مراحل وزي القمر وكل حاجه، وجوزها خانها وطلقها. فالقضيه مش قضيه اهمال او غيره، قضيه انها برضو وصلت لمرحله انهم مش متفقين. مش لازم نحط ده غيره، مش لازم يبقى طلقها يا جماعه غيره، فاهمه؟ يعني الحياه مليانه ايمان. بس عايزه اقول نصيحه للست، بيتك ثم بيتك ثم بيتك ثم بيتك بس. لان ده اللي هيبقى لها في الاخر. يعني الست مهما وصلت لنجاح ومناصب وشهره و لو مرتاحه في بيتها وجوزها كويس تحافظ عليه، تعمل كده بالظبط، حتى لو على حساب الشغل. طبعا يا ايمان طبعا. لكن في ستات تانية بتاخد شغلها كامان ليها، هي بتكون مش حاسه بالامان، وبالتالي عندها تصور ان هي كل ما حققت في شغلها، حققت فلوس وحققت شهره وحققت منصب، ده بيدعمها في حياتها وبيسندها في حياتها، لان هي مش واثقه قوي من الطرف الثاني، او ممكن تكون مش واثقه خالص. وبالتالي هي هنا بتشوف ان هي بتحقق لنفسها الامان ولاولادها كمان. هي اول ما بدا يبقى معاها فلوس عملت حاجتين، اول حاجه بدات ان هي تريح روحها وتجيب سواق عشان الزحمه والمرور والكلام ده كله، وراحت مدخله بنتها درس خصوصي، ففكرت في ولادها الاول. وفي نفس الوقت انه البنت بتقول انه الاوضه بتاعتها لقيتها مترتبه، فواضح ان هي جابت حد كمان يرتب البيت، وكل ده هو مش واخد باله عشان هي مش عايزه تحمله مصاريف. فكره ان هي بدات تساعد في البيت من غير ما تحمله، ده هي بتشوف ان ده ايجابي. انا مش متحامله عليها قوي بصراحه، هو هنا بيشوف ان ده سلبي. انا مش متحامله عليها قوي، هي بتحاول تساعد معاها. في ستات هي انا مش متحامله عليها، وبعدين لسه بعدين على فكره سنها صغير، لسه سنهم صغير لو تلاحظي. وبعدين عندهم حاجه جميله قوي مش عند حد، حماتها اللي بتساعدها وبتلم الولاد، او مثلا عندها امها بتلم الولاد، دي مش موجوده. دي ميزه. في ستات ما عندهاش الميزه دي وبتعمل ولادها على حق بقى، يعني اكيد تبقى انانيه، بتشوفي حواليك تبقى انانيه، دي بقى ساعتها لا اقول لك لا استني شويه ما يكبروا وبعدين يبقى اشتغلي حققي طموحك زي ما انت عايزه، انما تهمليش ولادك وتعييهم وتبهدليهم وتعلموا ابشع حاجات، بعد كده تطلعي لما يكبروا هتبتدي تربي. خلاص بقى، خلاص متاخر قوي.